انتي عندك شيتانه وكافليته. هذا رزق استاذ، هذا رزق. بالحلقه القادمه احنا اليوم نهار دزله ورانا سده الكود. الحمد لله والشكر، واقف على السياره، اصعد على السياره، ماكو صعوبه. زهوره وخضر، اطفال اثنين ايتام يشتغلون ويساعدون امهم مصرف البيت. ونورتوا واسط ومدينه الكوت. بين أهلنا غدا السادسة والنصف بتوقيت بغداد على أم بي سي العراق وشاهد. رمضان يجمعنا.